كما أنه ليس للكرامة والحرية جدران، فإنه ليس لطريق النضال نهاية إلا بتحقيق الهدف الذي قام النضال من أجله. وجنود الجيش الوطني منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بكتائبه وألويته عقدوا لواء النضال من أجل تحرير الوطن من قبضة الميليشيا الحوثية الإمامية. لذلك تجدهم في نهم وعلى بعد أميال من قلب العاصمة صنعاء يرابطون في متارسهم في شهر الجهاد والقرآن. أتى رمضان هذا العام وأياديهم على الزناد، وعيونهم ترقب النصر القادم من بعيد ليحرروا بلادهم من ميليشيا الحوثي الإمامية ويصلوا إلى أهاليهم الذين حرموا منهم طيلة فترة الشتات هربا من بطش تنكيل العصابة الإمامية. الحمد لله رب العالمين، الجبهات مصدر قوة ورجولة وعزة في رمضان وغير رمضان، لكن رمضان عاد أجورها كبيرة، ونحن شردنا من بلادنا فلازم نثبت ولازم نقاتل ولازم ننقذ أخواننا في عاصمة صنعاء، شيء لا بد منه. يقضي المقاتلون أوقاتهم في شهر رمضان بالتعبد والتهجد والقراءة والذكر في متارسهم المتقدمة وفي صفوفهم الأولى، وهذا ما يميزهم عن غيرهم مما يقضون أوقاتهم في الأسواق والمقاهي والدواوين وشتان بين الفريقين. أجواء رمضان قوة القوة عند الشباب والمعنويات عالية، وإن شاء الله منتصرين داخلين صنعاء في الأيام القريبة العاجلة إن شاء الله. ورمضان كريم ما بنحس لا بتعب ولا بشيء، إلا يعني بنستاد أجر فوق الأجر يعني على أيام الفطر. لشهر رمضان في جبهات الدفاع عن الجمهورية لذة لا يتذوقها إلا من اتخذ من المترس مسكنا له، ومن بندقيته خلا وفيا، ومن مصحفه زادا ونورا، ومن هدفه تحرير وطنه من ميليشيات أفقدت الناس لذة الأشهر الحرم وطعنت في عقيدتهم ودينهم.